بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا به فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، ونحن على مقربة من هذا الشهر الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، برنامج المسلم في هذا الشهر والأوقات والساعات كيف يقضيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن شهر رمضان شهر عظيم كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: قد أظلكم شهر عظيم مبارك. شهر عظيم مبارك لما فيه من الخيرات الكثيرة التي تتنزل على عباد الله الصالحين في ليله ونهاره وساعاته وأوقاته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ماذا يستقبلكم وتستقبلونه؟ فقالوا: يا رسول الله، عدو حضر. قال: شهر رمضان. وأخذ صلى الله عليه وسلم يبين فضائله وما فيه من الخير ترغيبا للأمة في أن يستقبلوا هذا الشهر بالبشر والفرح والسرور برحمة الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهو ليس موسما تجاريا من مواسم الدنيا وأسواقها التي يتنافس فيها كثير من الناس، وإنما هو سوق أخروي، تجارة رابحة، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا يتمثل في شهر رمضان أكثر من غيره، فيه فضائل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا من فضائله أن الله أنزل فيه القرآن. شهر قال فيه صلى الله عليه وسلم: فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقد حثنا صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان، وذلك بصلاة التراويح في أول الشهر، وصلاة التراويح وصلاة التهجد في آخر الشهر، كل ذلك اغتناما لهذا الفضل العظيم وتعرض لنفحات الله ومغفرته وهباته. فالمسلم الذي مكنه الله من هذا الشهر ويسر له فعل الخير، هذا قد حصل على ربح عظيم في حياته، زيادة على ما عند المسلم من الحسنات والأعمال الصالحة في سائر السنة. فهو شهر عظيم خيراته وبركاته على المسلمين.
نعم. أحسن الله إليكم. أولا أشكر الإخوة الذين تواصلوا مع البرنامج، أبو عبد الرحمن من عنيزة، المستوضح عين عين سين، أبو عبد الله أيضا، والسائل فا عين عين. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: نحن ولله الحمد في موسم الثمار وخاصة ثمار النخيل، فهل من كلمة توجهونها لأصحاب المزارع الذين يجلبون هذه الثمار إلى الأسواق لبيعها، والدلالين يباشرون بيع هذه الثمار؟ هذا من نعم الله عز وجل، هذا الموسم العظيم موسم التمور، والله جل وعلا قال: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أباح لنا أن نأكل من ثمر النخيل إذا أثمرت مع القيام بأداء الزكاة، وآتوا حقه يعني الزكاة الواجبة فيه، آتوا حقه يوم حصاده يوم الجذاذ الحصول عليه. هذا من شكر النعمة أن الله مكنك من هذه الثمرة وساقها لك وسلمها لك أن تخرج زكاتها وأن تأكل منها وتشكر الله عز وجل على ذلك. نعم. أبو عبد الرحمن أيضا من عنيزة يا شيخ يستفسر عن بيع ومدى شرطه الصحيح، يقول: إذا باع المزارع ثمرة بستانه على شخص واشترط عليه البراءة من العيوب التي ربما تعتري الثمرة إلى أن يتم الجني، هل هذا الشرط صحيح؟ لا داعي لهذا الشرط، والثمرة إذا بدأ صلاحها بأن بدأ فيها الاحمرار أو الاصفرار فإنه يجوز بيعها بعد بدو صلاحها، والعاهة إذا نزلت إن كانت يعني مجحفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال: بما يستحل أحدكم مال أخيه، فإذا أصابها جائحة واستعصلتها أو كثيرا منها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، لأن المشتري لم يتسلمها تسلما كاملا لأنها ما زالت على رؤوس النخل وهي معرضة للجوائح والإصابات، والمسلمون نصحاء فيما بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ أبو عبد الله يقول: الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، نحن ندعو لكم في ظهر الغيب، وسؤالي يا فضيلة الشيخ: ما التوجيه للأباء والأمهات وذلك بحث الأولاد على تعلم العلم الشرعي والسير على ما سار عليه السلف الصالح؟ نعم، من حق الولد على والده تربيته على الخير، وأعظم تربية تعليمه القرآن والسنة وأمره بالعبادة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه هي التربية التي تجب على الوالدين نحو أولادهم، ومن أعظم ما ينفعهم بإذن الله تعليمهم القرآن الكريم وأمرهم بالصلاة لسبع، ضربهم عليها إذا فرطوا فيها وهم أبناء 10 سنين، تفريق بينهم في المضاجع وقت النوم لئلا يحصل شيء من فساد الأخلاق فيما بينهم، كل هذا من واجب الوالدين نحو أولادهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. نستأذنكم شيخ بهذا الاتصال مع الأخ علي من جدة، تفضل أخي علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين شيخ. تفضل. السؤال الأول: ما معنى قوله تعالى: ليس في زورة النور ليس الأعمى حرج؟ نعم. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني: مرض اللي عندي مرض السكر، كيف يقضي رمضان؟ يعني لا أستطيع أقضي رمضان، صوم رمضان، فماذا يعمل؟ طيب، السؤال الأول: ليس على الأعمى حرج،
يعني لأن الاستئذان من أجل البصر، إذا كان أعمى لا يرى فلا حرج عليه في أن يدخل على أهل البيت بإذنهم، يدخل على أهل البيت بإذنهم، ولا يحتاج إلى أن تتحجب النساء عنه على القول الصحيح. نعم. مريض السكر الشيخ في رمضان، مريض السكر إذا كان لا يستطيع الصيام، والسكر مرض مزمن لا يرتفع عنه في وقت من السنة، بل هو دائم معه ولا يستطيع معه الصيام، فهذا قد أمره الله جل وعلا بالفدية عن كل يوم، فقال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بأن يدفع عن كل يوم كيلو ونصف من الطعام، سواء دفعها يوميا أو جمعها في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه، ودفعها جميعا لمحتاج أو إلى أهل بيت محتاجين. نعم. نعود إلى رسائل الإخوة والأخوات. أبو عبد الله يسأل الشيخ عن واجب المسلم والعامة نحو علماء الشريعة. الواجب على المسلمين نحو علماء الشريعة توقيرهم واحترامهم وسؤالهم عما أشكل والأخذ بتوجيهاتهم، لأنهم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، ومن لم يحترمهم لم يستفد منهم. فلا بد من احترامهم لأجل العلم الذي معهم، ومن أجل أنهم يبينون للناس ما أشكل عليهم من أمور دينهم، فلهم فضل ولهم مكانة ولهم قدر عند الله جل وعلا وعند المؤمنين من خلقه، فلا يستهين بهم إلا منافق، كما قال المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا مثل هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا خطر عظيم لمن يستهين بالعلماء ويستهين بالعلم، فهذا دليل على نفاقه والعياذ بالله، يخشى عليه من الردة عن دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. الأخت السائلة يا شيخ تقول: المرأة التي في الحداد هل تصلي التراويح في المسجد وتشهد الخير في رمضان؟ لا، المرأة تصلي في بيتها الليل، التي المحدة التي هي في عدة الوفاة لا تخرج في الليل، إنما تبقى في بيتها وتصلي في بيتها ما تيسر لها. نعم. الأخ عبد الرحمن معنا على الخط، تفضل عبد الرحمن. أيوه، السلام عليكم. عليكم السلام. بغيت أسأل ثلاث أسئلة. السؤال الأول عن المسافر، سمعت أن إذا سافر 70 كيلو يفطر. المسافة 80 كيلو يا أخ على الأقل، أو ما زاد عليها، أما 70 فهذه لا تأتي مسافة قصر. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني عن كتاب يسر التفاسير، ما أدري هو موثوق؟ ما قرأت فيه ولا أدري عنه. طيب، ثالث. طيب، شكرا لك يا أخي الكريم. فضيلة الشيخ، هل على الأشجار المثمرة والنخيل في البيوت هل تجب فيها الزكاة؟ الزكاة تجب في الثمار في البيوت أو في غيرها إذا بلغت النصاب 5 أوسق، وهي 300 صاع بالصاع النبوي، فإذا بلغت هذا المقدار وجبت فيها الزكاة. نعم. شيخ، هذا السائل يقول: استأجرت شخص على أن يقوم بسقي مزرعتي بمبلغ معلوم كل شهر، واشترطت عليه إن تخلف يوما واحدا بأنه لا يستحق من الأجرة شيء، فهل يصح هذا الشرط علما بأنه موافق على ذلك؟
هذا شرط فيه شدة. نعم. فإذا تأخر وله عذر وقد سقى النخل مدة وطرى عليه عذر قهري فلا يسقط حقه في أجرته. نعم. أحسن الله إليك الشيخ. يقول: يوجد من الناس من ينسى القلم أو المفتاح أو النظارة في المسجد ويمضي زمنا طويلا وهي على حالها، فما الحل الأمثل لهذه الأشياء الخفيفة؟ هذه الأشياء الخفيفة تحفظ وينتظر أصحابها، فإذا مضى عليها زمن يتعذر معه مجيئهم إليها فإنها تدفع للمحتاجين إليها. نعم. تفضل أخي بدران من وادي الدواسر، تفضل. مساء الخير. السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. لو سمحت عندي سؤالين يا شيخ. نعم. تفضل. السؤال الأول: رفع اليدين بدعة بعد الصلاة المفروضة. هذا لا يجوز، هذا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه في الدعاء بعد الفريضة. نعم. والسؤال الثاني: إذا قامت الصلاة وأنا في الركعة الأولى من السنة سلم؟ إذا كنت في آخر السنة أكملها، وإذا كنت في أولها تقطعها وتبادر بالصلاة مع الإمام. نعم. بارك الله فيك. هذا الأخ عبد العزيز العتيبي من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، أعطيت قريب لي بعض المواد الغذائية ثم بعد مدة طلب مني أن أخذها، فهل أخذي لها يعد من العودة في الهبة؟ وهل لي الحق أن أتصرف بها لنفسي؟ لا تأخذها ما دم دفعتها له على أنها هبة وقبضها، أي صارت ملكه، وإذا كان لا رغبة له فيها يعطيها لغيره من المحتاجين، أما أنت فإنك لا تأخذها. نعم. الأخ عبد العزيز يقول: يا شيخ، نفسه أقرضت شخصا مبلغا من المال على أن يسدد ذلك في وقت محدد معلوم، وعلمت بعد ذلك بأنه معسر، فهل لي أن أذكره بوقت السداد إذا حان أوان تذكيري له يخالف وجوب إنذار المعسر؟ القرض ليس له وقت ولا يحدد للوفاء وقت، بل متى ما تمكن المقترض من تسديده فإنه يبادر بذلك، وإن كان معسرا فإنه ينظر إلى الميسرة كما قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فإما أن تنظره إلى أن يسر ويسدد لك، والأحسن أن تتصدق عليه فتسقط عنه هذا الدين ما دام معسرا. نعم. تفضل يا أخي عبد الله من الجبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. في سؤال بالنسبة بداية الحلقة، ذكر المذيع أنه في يتكلم عن شهر رمضان، ذكر أنه الأول رحمة وأوسط مغفرة وأخر عتق من النار، واللي نعرفه أنه هذا حديث اللي سمعنا عنه أنه حديث ضعيف، فما أدري هل هذا حديث ضعيف أو صحيح. هذا السؤال. نعم، أوصاف هذا الشهر متوفرة ولله الحمد، فيه رحمة وفيه مغفرة وفيه عتق من النار. أنا السؤال: هل وصف بهذا الشيء أنه أول الرحمة تكون في البداية والوسط المغفرة والنهاية المغفرة وعتق من النار؟ كله يا أخي رحمة ومغفرة وعتق من النار، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: عندي استراحة أنا وأولادي، اقتطعت جزءا منها وجعلت ذلك مسجدا أصلي فيه أنا وأولادي إذا كنا في الاستراحة، ويصلي فيه من أراد من المسلمين، فهل يكون لهذا المقتطع حكم المسجد؟ إذا كان خاصا بالاستراحة وليس له باب مفتوح على الشارع يصلي المارة والجيران فيه، وإنما هو خاص ب من كان داخل المزرعة، فهذا تابع للمزرعة. نعم، ولا يكون وقفا. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا، هذا السائل يقول: الشيخ صالح، إذا كانت السلع معروضة في سوق عام يبيع فيه كل من أراد بيع السلعة، فهل إذا اشتريت سلعة وأردت أن أبيعها هل يلزمني أن أنقلها أو يجوز أن أبيعها في مكانها بحكم السوق عام للجميع؟ هذا يختلف باختلاف السلع، والقبض يختلف باختلاف السلع،
فما يتناول باليد فقبضه بتناوله، وما يقبل وما يكال أو يوزن فقبضه بالكيل أو الوزن، وما ينقل فقبضه بنقله كالطعام، يختلف القبض في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أم تركي أرسلت مع ولدها هذا السؤال أو سؤالان. الوالدة تقول بأنها أخذت عمرة وكانت ترتدي الجوارب، هل عليها شيء مع أنها أكملت العمرة؟ الجوارب؟ إيه نعم. على اليدين يعني؟ لا، على رجليها. الرجلين ما فيها شيء، الجوارب الممنوعة التي على اليدين، القفازان. نعم. يقول أم تركي تقول بأن الوالدة لا تقرأ ولا تكتب، والأخوات يقمن بتدريسها وقراءتها للقرآن، وهي تردد خلفهم وتختم القرآن معهم، هل عليها شيء؟ هذا شيء طيب، أنها تتابعهم تقرأ القرآن بالتلقين لتحصل على الأجر في ذلك، هذا خير لهم ولها. نعم. تفضل يا أخي ماجد من خميس مشيط. ألو، السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. يا شيخ، أنا موظف في الرياض وأجي الإجازة السنوية عند أهلي في الجنوب شهر كامل، هل يجوز لي القصر والجمع؟ لا يا أخي، أنت السفر بقدومك على أهلك، إذا قدمت على أهلك جلست عندهم انتهى السفر، ولو كانت الإقامة قليلة، فكيف إذا كانت الإقامة كثيرة؟ السفر انتهى وعليك إتمام الصلاة والصيام في رمضان. نعم. أيوه، شكرا لك يا شيخ. بارك الله فيك يا أخي. هذا السائل الشيخ عبد الملك الحارثي يقول: ما نصيحة الشيخ للإخوان الذين تقاطعوا منذ فترة ولا يكلم أحدهم الآخر، نصيحة الشيخ لهم في هذه الأيام المباركة؟ نصيحتنا لهم أن يتصالحوا وأن يتسامحوا وأن يتركوا التقاطع، لأن هذا مما نهى عنه الله ورسوله، قطيعة لا سيما بين الأقارب، وكذلك القطيعة بين المسلمين بعضهم مع بعض. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. عبيد معنا، تفضل يا أخي عبيد. أي حبيب، اكسر التلفزيون. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ طيب. حياكم الله. أقول لك يا شيخ، عندي سؤال جزاك الله خير. تفضل. حرمة حامل وعندها نزيف، يعني وهي حامل في الثامن، هل جائز أنها تصوم وتصلي؟ إذا كان نزيف والحمل موجود فيها ما نزل، فإنها تصوم وتصلي إذا استطاعت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الشيخ الله يحفظك: هل يصح دفع زكاتي لقريب لي قد مات وعليه دين؟ الدين يسدد من غير الزكاة، الزكاة للأحياء المحتاجين ليست للأموات، فيسدد الدين من تركته إن كان له تركة، إن لم يكن له تركة فإن أحد أقاربه أو إخوانه المسلمين يقوم بتسديد هذا الدين إبراء لذمته وللحصول على الأجر والثواب في ذلك. نعم. الأخ المتصل سلامة من المدينة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت يا شيخ، عندي أربع أسئلة. تفضل. أول سؤال، بالنسبة لأتابع قرية في مصر فيها القبور، مش قبور عادية ولكن يسميها منامات، المنامة بيخش فيها الميت بيقع على وش الأرض ويطلع عليه كده، رأي حضرتكم إيه؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة لعم المتوفي ممكن أعمل عنه عمرة أو حج بالرغم إن أولاده كبار؟ السؤال الثالث، يجب على المرأة الحائض إكمال الصوم في رمضان بعد رمضان؟ السؤال الرابع، يجوز للمرأة إن هي تصلي التراويح في البيت وقراءة القرآن المصحف؟ شكرا. يقول: البدع عند القبور تحدث من كثير من المسلمين فضيلة الشيخ، لعل لكم توجيه. نعم، البدع تحدث عند القبور، بل الشرك يحدث عند القبور،
من بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك إما بسبب الجهل وقلة من يعلمهم ويذكرهم، وإما لسوء العقيدة. فعلى كل حال هذا أمر لا يجوز، الابتداع عند القبور ولا الاستغاثة بالأموات ولا الذبح للقبور أو النذر أو غير ذلك من أنواع العبادة، كل هذه شركيات أو بدع محدثة. والمشروع في القبور أن تزار للاعتبار والتذكر الآخرة، وأن يسلم على الأموات ويدعى لهم بالمغفرة والرحمة، هذا هو المشروع عند القبور. وأن تصان عن الامتهان، لأن تمنع من الامتهان والتطرق ومشي الدواب عليها وإلقاء القاذورات عليها، تصان عن ذلك لأنها قبور مسلمين، مساكن مسلمين، فتحترم من الامتهان، ولكن لا يغلى فيها وتعظم ويعتقد في أصحابها أنهم ينفعون أو يضرون، بل هم بحاجة إلى الأحياء أن يدعوا لهم يتصدقوا عنهم. وأما الأموات فقد انتهى عملهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالميت بحاجة إلى الأحياء أن يدعو له، يستغفروا له ويتصدقوا عنه ويحجوا ويعتمروا عنه، هذا ينفعه بإذن الله. وأما أن الحي هو المحتاج إلى الميت فهذا عكس الشرع وعكس الفطرة. نعم. يقول بأن عمه متوفى، هل يحج عنه ويعتمر؟ نعم، إذا كان لم يؤدي حجة الإسلام أو عمرة الإسلام فيتأكد عليك ذلك إبراء لذمته من الفريضة. وإن كان قد حج واعتمر عمرة حج الإسلام وعمرة الإسلام، فأردت أن تحج عنه أو تعتمر عنه نافلة، فهذا شيء طيب وينفعه بإذن الله. نعم. يقول الحائض، هل لها أن تصوم وتأخذ مانع الحيض؟ الحائض إذا نزل عليها الحيض فإنها لا تصوم ولا ينفع المانع حتى تنتهي حادتها وينقطع عنها دم الحيض. أما أن تأخذ المانع قبل أن ينزل عليها الحيض فلا مانع من ذلك إذا لم يكن يضر بصحتها. نعم. القراءة من المصحف في صلاة التراويح لا بأس بذلك على الصحيح، الحاجة إلى ذلك، ولأن ذكوان غلام عائشة كان يصلي بها ويقرأ من المصحف. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. نأخذ الأخ محمد من الزلفي، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. السلام. حياكم الله يا شيخ. الله يحييكم. كيف حالكم؟ نعم خير الحمد لله. شيخ، شخص سيذهب إلى جدة لأداء عمل وسيمكث فيها تقريبا 3 أيام أو 4 أيام، إذا أراد العمرة من أين يحرم؟ إذا كان نوى العمرة من بلده يوم يقدم إلى جدة فيحرم من الميقات، من الميقات الذي يمر به في طريقه. أما إذا كان وصل إلى جدة بدون نية عمرة ثم بدا له بعدما كان في جدة بدا له أن يعتمر، فيعتمر من يحرم من جدة، من المكان الذي نوى منه. أحسن الله عليك فضيلتك. شكرا يا أخي الكريم. يقول أبو عبد الرحمن: هل يصح أهل من مات بالغرق من المسلمين يكون له 100 درجة في الجنة ويشفع في 70 من أهله كحال شهيد المعركة؟ لا أصل لهذا، ولكن الذي يموت بحادث مفاجئ يكون شهيدا في الآخرة، أما في الدنيا فإنه يعامل معاملة الأموات ولا يعامل معاملة الشهداء، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين كسائر الأموات، لكنه يعتبر شهيدا عند الله في الآخرة، يعني له أجر الشهيد. نعم. عبد الله تفضل معنا على الخط. ألو السلام عليكم. السلام. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. حياك الله. سنة الظهر يا شيخ قبل الأذان أو بعد الأذان؟
بعد دخول الوقت يا أخي، إذا دخل الوقت لو ما أذن فإنها تشرع الراتبة قبل الظهر، أما قبل دخول الوقت فلا تشرع، لكن إذا أراد أن يصلي نفلا مطلقا فلا بأس. نعم. طيب يا شيخ، صلاة الفجر، صلاة الفجر من اللي ما يصليها جماعة ذنبه يا شيخ؟ ذنبه عليه الوعيد الشديد اللي تخلف عن صلاة الجماعة، أنه يعتبر هذا من النفاق، إلا إذا كان له عذر. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا. نعم. شكرا لك يا أخي الكريم. الأخ الحقيقي يستفسر عن برنامجنا في شهر رمضان الفتاوى، إن شاء الله سيكون ظهرا من الواحدة حتى الثانية بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا مسافر ومن عادتي في بلدي أن أصوم الاثنين والخميس، لكنني تركت الصوم مع قدرتي على ذلك، فهل أنال ثواب الصيام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما؟ إذا كنت تركت الصيام لعذر وأنت في نيتك لو تمكنت لفعلته، فإن لك أجر الصائم، لأنك معذور في ترك هذا العمل. أما إذا تركت العمل هذا المستحب، تركته ولم تنوي فعله لو تمكنت، فليس لك أجر ولا إثم عليك. نعم. طيب، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا الأخ أحمد، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل الشيخ؟ نعم تفضل. لو سمحت عندي سؤالين. نعم تفضل. السؤال الأول قبل الشيخ: هل يوجب استقبال القبلة أثناء قراءة القرآن أو أثناء الدعاء؟ يستحب استقبال القبلة عند قراءة القرآن أو الدعاء، هذا مستحب وليس واجبا. نعم تفضل. بارك الله فيك. السؤال الثاني: شخص مسافر ومر بآية فيها سجود تلاوة، ماذا يفعل في هذا الحال؟ بارك الله فيك. إذا كان يقدر على السجود على الأرض فإنه يستحب له ذلك، سجود التلاوة مستحب وليس واجبا، فإذا استطاع أن يسجد على الأرض فإنه يستحب له ذلك، وإن كان لا يستطيع إلا بالإيماء فإنه يسجد بالإيماء. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت فضيلة الشيخ تقول: في السابق كنت أخذ الصدقات والمساعدات من أهل الخير، وعندي كان أولاد معاقين مجموعة منهم، وقد فتح الله علي وصرت بغنية عن هذه الصدقات وأصبحت غنية، وهؤلاء أولادي هل أعطيهم من زكاتي مالي؟ زكاة الوالد لا تحل لولده، والعكس، لا تحل زكاة الولد لوالده، لا الأصول ولا الفروع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ذهبت إلى شخص ليقرضني، فقال لي: بع السيارة هذه وثمنها يكون قرضا لك، فهل هذا العمل صحيح أو من القرض الذي جر نفعا؟ إذا كان قصده في البيع أنك تقوم مقامه وتكفيه التعب، فهذا من القرض الذي جر نفعا. أما إذا أعطاك السيارة رفقا بك أنت لأجل أن تبيعها وتنتفع بثمنها قرضا فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يا شيخ يقول: يوجد من أقاربي بأنه إذا علم أنني سأقوم بزيارته يأتيه القلق ويزمل، لا كرها لي في الزيارة، ولكن طبيعة هذا الرجل بأنه يقلق عند أي أمر ليس من عادته، هل هذا يا فضيلة الشيخ يوجب علي أن لا أقوم بزيارته؟ نعم، إذا كان في زيارتك له مشقة عليه بغير عذر منه، وإنما هو شيء يعني لا يستطيع دفعه، هذا الظاهر أنه مرض نفسي، فلا تتعبه وتثقل عليه، ولكن بدل الزيارة عليك أن تتصل به تلفونيا أو في الجوال
أو كتابة له. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: علمنا بأن المصلي إذا سلم عليه أثناء الصلاة فإنه يرد إشارة اليد، ما كيفية ذلك مأجورين؟ يرفع يده، كيفية ذلك أن يرفع يده اليمنى إشارة إلى رد السلام. نعم. إذا صلى المنفرد وخلف الصف وجاء شخص ودخل معه في الركعة الثانية، فهل التنبيه بعد سلامه بعدم صحة صلاة المنفرد خلفه أمر واجب له أن يعيد الصلاة أو يعيد الركعة التي صلاها لوحده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وإذا كبر منفردا خلف الصف وركع مع الإمام فإنه لا تصح صلاته. أما لو جاء أحد ودخل معه قبل الركوع في الركعة الأولى له فإن صلاته صحيحة. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة ومع فضيلة الشيخ العلامة الصالح الفوزان في فتاوى على الهواء. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم من يبدأ الدلال ببيع الثمار بسوم السلعة التي يراد بيعها وهي ليست ملكا له؟ نعم. يقول: ما حكم من يبدأ الدلال على بيع الثمار بسوم السلعة التي يراد بيعها وهي ليست ملكا له؟ الدلال وكيل عن صاحب الثمرة، وكله وأنه يسوم السلعة منه لأنه نائب عن صاحب السلعة، فلا بأس بذلك. نعم. خالد من الدمام معنا على الخط، تفضل يا أخي خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا الله يعطيك العافية، حبيت أسألك: ما حكم من جامع زوجتي في نهار رمضان؟ حكمه أنه عاص لله معصية كبيرة، فعليه التوبة إلى الله، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. تفضل أخي عائض من الرياض معنا على الخط أيضا، تفضل. هلو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. مسيك بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. كيف الحال؟ طال عمرك. وياك الله. الله يبارك فيك ويطول عمرك ويحسن إليك، طال عمرك. وياك. احنا وياك وكل مسلم إن شاء الله. أنا يا شيخ أنا عندي سؤال، الله يرضى لي عليك يا شيخ والله. نعم. هو أنا علي يوم من رمضان طال عمرك ولا صمت طال عمرك، جاء رمضان ولا صمت طال عمرك، ما أدري وش الحكم، الله يرضى لي عليك على هذه المسألة طال عمرك. إذا كنت تركت القضاء قبل دخول رمضان الجديد لأنك معذور، العذر مستمر معك، وليس عليك إلا القضاء بعد رمضان، تقضي هذا اليوم بعد رمضان. أما إذا كنت متكاسلا ولا عذر لك ودخل عليك رمضان الجديد وعليك صوم من رمضان السابق، فعليك أمران: الأمر الأول القضاء، والأمر الثاني إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة أم عبد العزيز من الرياض تقول: هل الذين يفعلون البدع الآن وهم يعلمون بأنها بدع مثل عيد الأم وغيرها من الأعياد، هل يأتمون في فعلهم هذه الأعياد؟ بلا شك من فعل البدعة متعمدا أنه يأثم، قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، و قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم، هذا تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. هل ورد فضيلة الشيخ، تقول الأخت عبد العزيز، حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله بأن المسلم لا يجب أن يحمل نفسه ما لا تطيق؟ لا يجوز للمسلم أن يشق على نفسه فوق طاقتها، بل عليه أن يرفق بنفسه حتى في العبادة، لا يشدد على نفسه
بأن يصوم الدهر ولا يفطر، أو يقوم الليل ولا ينام، أو لا يتزوج من باب العبادة، كل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما علم عن أقوام أنهم هموا بأن يعملوا أعمالا شاقة مخالفة للسنة أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. بلغه أن رجلا يقول أنا أصلي ولا أنام، والآخر يقول أنا أصوم ولا أفطر، والثالث يقول أنا لا أتزوج النساء، وفي رواية والرابع يقول أنا لا أكل اللحم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تغيظ وأنكر وخطب وقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية وأكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ أبو فيصل من الرياض يقول: ساهمت مع شخص بمبلغ 100,000 ريال، وذلك لتأسيس محل تجاري، وبعد مطالبتي له بالأرباح رد المبلغ ومعه الأرباح، وذلك بعد 1.5 سنة من المطالبة. سؤالي: هل علي زكاة في هذا المبلغ، علما بأن صاحب المحل التجاري زكى المبلغ عن 1 سنة؟ على كل حال، إذا كان صاحب المحل زكى المال عنك وعنه فلا بأس بذلك، وهذا يعفيك من الزكاة. وأما إذا كان صاحب المال زكى نصيبه فقط ولم يزكي عن نصيبك، فهذا إن كان حصل منه مماطلة ولم تستطع الحصول عليه إلا بمشقة ومخاصمة، فلا يجب عليك الزكاة مدة بقاء حقك عنده. لكن إذا استلمته وتمكنت منه فإنك تزكيه بعد تمام الحول من قبضه 1 سنة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو عبد الله يقول: هل نسأل عن الخاطب إذا جاء لخطبة موليتنا، وما حكم أيضا أن نسأل عن في حارته وإمام المسجد؟ نعم، كل هذا مطلوب أن تسألوا عنه. إذا لم تعرفوه إنكم تسألون من يعرفه عن دينه وعن خلقه وسيرته، لأجل أن تتأكدوا من صلاحيته للمخطوبة. نعم. جزاكم الله خيرا. أم لينا تقول: يا شيخ، أنا حجيت قبل 2 سنين، وأثناء طواف الوداع انتقض الوضوء، فما حكم ذلك؟ مأجورين. إذا كنت سافرت واقتصرت على هذا الوداع فعليك فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم جبرا لطواف الوداع الذي بطل بالحدث. نعم. من الأسئلة التي وردتنا قبل التسجيل يا شيخ، يقول: عندي محل لبيع مواد البناء، ويحوي أنواعا كثيرة من مواد البناء، يشق علي أن أقوم بتقييم كل قطعة من كل نوع، فهل يجوز لي عند إخراج الزكاة أن أقيم المحل بناء على غلبة ظني مع الاحتياط؟ لا يا أخي، لا بد أن تجرد ما في المحل قطعة قطعة وسلعة سلعة، وتثمنها بما تساوي، ولا تبني على قيمتها، وإنما تثمنها أنت بما تساوي في الوقت الحاضر، وتجمل زكاتها وتخرجها. نعم. أبو أحمد من جدة، تفضل أخي أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صالح، نشهد الله على حبك فيه يا شيخ. بارك الله فيك. يا شيخ، والدي توفى قبل 2 أسبوع تقريبا في مدينة جدة الله يرضى عليك، وعندي والدتي يا شيخ، حنا 4 أخوان، واحد في الطائف، وأخوي في جدة، واثنين من أخواني في جدة، وأنا الرابع في رابغ يا شيخ. حنا 3 من الأخوان كانوا الوالدان يجون عن استمرار يا شيخ، بحكم الوالد مقعد والوالدة برضو تعبانة، وأصلا حنا من الباحة يا شيخ، في مدينة الباحة، الوالد مقيم في الباحة، لكن آخر تقريبا 10 سنوات يروح للباحة بس الصيف في الإجازة الصيفية يا شيخ. الآن يا شيخ، السؤال: العدة بالنسبة للوالدة أطال الله عمرك، هل تبقى هي الآن موجودة في جدة؟ والدي توفى وكان عند واحد من الأخوان في جدة، فهل تبقى في جدة عند أخوي اللي توفى والدي لما كان عنده، ولا تبقى تطلع الطائف هي عندها
يعني ظروف كذا الحر وكذا يا شيخ تبغى تطلع الطائف عند اخوي لك الطائف؟ لا يا اخي تبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تتم العده. نعم. احسن الله اليكم. يقول الشيخ اذا صليت جالسا في صلاه الفريضه فهل يجوز لي ان اسند ظهري على الجدار او لا يجوز؟ لا يجوز الا للعاجز، اما الانسان القوي الصاحي فلا يجوز له ان يستند على شيء لا في القيام ولا في الجلوس. نعم. تفضل اخي ابو علي من جده. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. انا طال عمرك بسؤال عن بخاخة، هو يفطر الصائم ولا ما يفطر شيخ؟ إذا كان يستطيع تأجيله إلى الليل فهو أحوط له. نعم. إذا كان يستطيع تأجيله إلى الليل فهو أحوط له. بخاخ يدوي إذا. أيه معروف. يفطر. أقول يخليه بالليل أحوط له وأبرى للنوم. عند الضرورة. عند الضرورة يتناوله و. إذا أحس بطعم له في حلقه يلفظه ولا يبتلعه. صوت سمعي شوي ثقيل يا شيخ. يلا يشفيك ويعافيك. شكرا. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: نعرف أن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن فيها، إلا أننا نجد من بعض المصلين إذا سقط منه شيء في حال القيام نزل ليأخذه فتكون كهيئة تكون الهيئة كهيئة الراكع، فهل تصح هذه الصلاة؟ إذا كان هذا الشيء يخاف عليه لو تركه فلا بأس أن يتناوله ويعود إلى القيام، أما إذا كان لا يخاف عليه فإنه يستمر قائما لأنه لا حاجة إلى الانحناء لأخذ الساقط. نعم. أحسن الله إليك شيخ. بعض الناس ليلة تحري هلال رمضان يجتهد في العمل تلك الليلة قبل أن يعلن دخول الشهر خشية أن تكون من رمضان، فهل الفعل صحيح؟ هذا غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فعليه أن ينتظر حتى يعلن دخول الشهر ثم يجتهد في العبادة. نعم. أبو باسم من مكة معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك الشيخ؟ حياك الله. الله يرحم والديك، أنا أعمل على سيارة أجرة. نعم. وعند ميقات التنعيم بمكة المكرمة صدفني اثنان من المعتمرين وقال لي نحن من المعقيمين في جدة أحرمنا من التنعيم ولكن قيل لنا لا يجوز ذلك، فقلت لهم أنا أذهب بكم إلى جدة من حدود الحرم، وديتهم الشميسي وأحرموا من طريق الشميسي ورجعتهم إلى الحرم، هل هذا فعلي صحيح؟ هم منين هم جايين يا أخي؟ هم جايين من جدة بس ما أحرموا من جدة، أحرموا من التنعيم في مكة المكرمة. أصبر الله يهديك، جايين من جدة يريدون العمرة. لقيته يريدون العمرة. نعم نعم. يحرمون من جدة فيكون ما حرموا، لقيته في الترعين في ميقات الترعين. أقول يا أخي يا أخي عليهم فدية، على كل واحد فدية لأنهم أحرموا دون الميقات الذي يجب أن يحرموا منه وهو جدة. طيب طلبوا مني أن أذهب بهم إلى خارج حدود الحرم عن طريق جدة. ما ينفع هذا يا أخي. يا أخي اسمع، ما ينفع هذا، عليهم فدية. أيوة. كل واحد علي شيء إني وصلتهم؟ كل واحد عليه فدية. شكرا. أنا هل علي شيء إذا وصلتهم إلى الميقات حقهم؟ إذا كنت تعرف أن هذا لا يجوز فعليك إثم، أما إذا كنت ما تدري فليس عليك شيء. الله يجزاك خير. شكرا. هل يكفي للصيام نية واحدة لكل شهر أم لكل يوم نية؟ لا بد لكل يوم من نية متجددة قبل الفجر، لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولحديث لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. نعم. أبو أمجد من جدة، تفضل أخي. السلام عليكم. السلام. مساك الله بالخير الشيخ صالح. مساك الله بالخير. أنا طال عمرك سكان مكة وساكن في الرباط حق مكة، وعندنا جار مأذي عيالي ومؤذينا ولا يصلي لا جمعة ولا جماعة. بلغوا عنه يا أخي، بلغوا. بلغت يا شيخ، ما في فائدة. طيب إذا بلغت ولا في فائدة وتستطيع أنك تنتقل من هذا المكان إلى مكان آخر فانتقل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بعض الناس يجعل من زكاته في بداية رمضان أو وسطه أو آخره، هل في رمضان مزية عن بقية الشهور في الزكاة؟ نعم، رمضان أفضل من غيره للعبادات من صدقات وغيرها، والحسنات تضاعف فيه أكثر لفضل الزمان، ولكن لا يؤخر الزكاة عن وقت وجوبها إلى أن يأتي رمضان، لأن المساكين والمحتاجين حاجتهم حاضرة لا ينتظرون إلى أن يأتي رمضان، فعليه أن يبادر بإخراج الزكاة عند وجوبها. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الأخ محمد من الرياض، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. نحبك في الله يا شيخ. بارك فيك. بس يا شيخ أنا مسافر وجيت لي ناس جماعة تقيم، هل أقصر ولا أتمحهم؟ أنت مسافر وهم مسافرون؟ نعم أنا مسافر ولا هم ليسوا مسافرون. لا تتم الصلاة، إذا كانوا مقيمين صليت خلفهم تتم الصلاة. طيب سؤال ثاني يا شيخ. نعم تفضل. صلاة الجمعة أنا في عمل وتجي بعض الأوقات صلاة الجمعة وأنا في العمل، هل وصل لي في العمل هل علي إثم؟ ما إذا كان حولك الجامع والمسلمون. نعم حول الجامع يا شيخ، في عملي مكلف به ثمان ساعات أدوم في ثمان ساعات. لا ما يجوز العمل وقت الصلاة إلا إذا صرت تخاف على المال أنه يسرق أو يضيع، أنت وأنت حارس تصلي في مكانك ظهرا، وأما إذا كان ما هو يعني حراسة إنما هو عمل أجرة فإنك تصلي مع المسلمين وترجع للعمل. نعم أحسن الله إليك يا شيخ. أبو تركي من الرياض أرسل بهذا الفاكس يقول أرجو منكم التكرم بالإجابة على سؤالي، وهو أني في الرياض وأريد السفر إلى جدة بكرة أو غدا وأريد أن أعتمر ولكن في رمضان، فهل يلزمني شيء لأنني تجاوزت الميقات بدون إحرام؟ ترجع إلى الميقات وتحرم منه في رمضان إذا كنت تريد الأجر وأيضا تريد صحة العمرة، لأنك ما يجوز تتجاوز الميقات بدون إحرام وأنت ناوي العمرة تقول أحرم من جدة. نعم يرجع إلى ميقات السيل شيخ؟ نعم إلى الميقات الذي يمر به. طيب نعم أحسن الله إليكم. شيخ هذا يقول عندي ماشية ترعى في البر كل عام أبيع منها وأشتري طلبا للربح، فهل أزكيها زكاة السائمة أو زكاة عروض التجارة؟ إذا كنت تريدها للبقاء والقنية والدر والنسل فإنك تزكيها زكاة السائمة إذا رعت الحول أو أكثر الحول وبلغت النصاب، أما إذا كنت تريدها للتجارة والبيع والشراء فهذه عروض تجارة تزكيها زكاة العروض. نعم أحسن الله إليكم. تقول الأخت السائلة أنا في رمضان أكون مشغولة في المطبخ والأولاد ويفوتني مع أنني أخذت الثانوية العامة يفوتني قراءة القرآن، هل لي في أجر في ذلك؟ إذا كنت مشغولة عن تلاوة القرآن في رمضان أنت معذورة ولك الأجر إذا كنت نويت التلاوة لو تمكنت منها، ولكن العذر منعك من ذلك. وأيضا الحفظ تقرأين من الحفظ ولو بعض السور التي تحفظينها تقرأينها وأنت تعملين لتنالي الأجر والثواب. نعم سلطان من مكة، تفضل أخي سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ بغيت أسألك، أنا أحيانا في نهار رمضان أستنشق البخار من أجل ذهاب الصداع، يجوز الشيء هذا ولا صداع؟ نعم يسألك الشيخ. اي نعم. والبخار هذا للصداع خاصة؟ وفي القصد الهندي يا شيخ انا احيانا احطه بالخشب. لا يا اخي، الصائم ما يتناول شيء في الانف لانه يذهب الى الدماغ ويؤثر على صيامه، يخليه في الليل. احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ من الأسئلة التي وردت للبرنامج يقول بعض الناس يذهب إلى الاعتكاف في مكة عنده أولاد في الرياض وبنات
وأهل ويتركهم يمرحون ويسرحون ويذهب عنهم، هل اعتكاف هذا الرجل جائز؟ لا، هذا أتى بسنة وضيع واجبا، لأن أولاده رعية في ذمته يجب عليه أن يحافظ عليهم، فإذا ذهب بهم وضيعهم وبزعمه أنه يعتكف أو يجلس في الحرم فهذا آثم، لأنه ضيع واجبا عليه وهو راع ومسؤول عن رعيته مع أولاده ونسائه. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم ورفع ذكركم في الدارين، وجزاكم عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء معكم. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا، ونلتقي بإذن الله في رمضان في هذا الشهر الكريم مع فضيلته ومع بقية أصحاب الفضيلة العلماء. شكرا لفريق العمل، هذه تحية من زميلي مخرج هذه الحلقة أحمد العتيبي وبقية الزملاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله طاعتكم.